مرحبا يا هلا والله. لو سألتني إذا في عندي رسالة واحدة من كل فيديوهاتي على اليوتيوب، راح أقول لك إنه رسالتي عبارة عن رسالة أمل. وإذا بتسألني إذا في مهارة واحدة حابك تتعلمها في طريقك للتعافي من أي نوع إدمان، راح أقول لك إنك تفكر على المدى الطويل. شو يعني تفكر على المدى الطويل؟ خلينا ندخل ونفصل بهذا الفيديو. بس البداية، أنا اسمي سعد، واللي بتابعني أول مرة، أنا قبل هيك كنت مدمن مخدرات سابقا، بس ست حلقات عن الطريقة اللي بطلت فيها المخدرات والكحول. لو حترجع تشوفهم راح تستفيد منها كثير، ممكن تساعدك إنك تترك الإدمان والتعافي. اليوم في عندي كمان بشارة حلوة لكم، إنه إن شاء الله في شهر رمضان راح أحاول قدر الإمكان أخلص مجموعة فيديوهات وسلسلة حلقات عن إدمان الجنس والإباحيات والعادة السرية. أنا صار لي زمان بحكي عن الموضوع، كنت حاب أخصص حلقات كاملة لهذا الموضوع، فحكم تفرغي برمضان عن اغلب راح اكون جاهز. اليوم بدنا نتكلم عن مهارة جدا مهمة، واذا حابك تاخذها يعني تعلمها، هي راح تنفعك في كل حياتك، راح تنفعك في مشوار التعافي، راح تنفعك باسلوب حياتك اذا عندك بزنس، او اذا انت في وظيفة معينة، او بغض النظر رياضة معينة، شو ما كانت حياتك واللايف ستايل تبعك. هاي المهارة هي مهارة انك تفكر على اللونج تيرم، على المدى الطويل، او ممكن تسميها بعد النظر. طول عمرنا نسمع فلسفات انه يكون عندك بعد نظر، لازم يكون عندك بعد نظر، فشوف بعد النظر وشو يعني تفكير على المدى الطويل. تفكير على المدى الطويل هذاك اليوم شرحته انك انت تشوف البذره الصغيره وتكون شايف فيها شجره وشايف الثمار اللي مع الشجره. يعني يكون عندك نظره كثير كثير لقدام. في مشوار التعافي بالذات هذا الشيء بينفعك كيف؟ ما انك انت تبلش في التعافي شهرين ثلاث تبلش تتحسن. بعديها بتبلش تحس بنوع من انواع اليأس او من نوع من انواع انك بدك نتيجة سريعة. فهذا الاشي خليني احكي لك عن تفسيره وجذوره من وين جاي. احنا خلقنا في الان القرن ال21، هذا القرن ال21، طبعا في ناس في القرن العشرين، القرن العشرين ولدت، في ناس في القرن ال21، واحنا بنتكلم عن تطور رهيب في التكنولوجيا. انت بكبسة زر تطلب بيتزا، بكبسة زر تتعرف على بنت وممكن تخطبها تتجوزها، لان في تطبيقات للزواج. انت في كبسه زر يعني بتعمل اي شيء بدك اياه، فبصفي عندك مفهوم نظر الحياه مش زي ابائنا. يعني كبسه زر بتجيب اوبر، ابوي ابوك او جدي وجدك الله يرحمهم كانوا يحكونا دائما كنا نطلع على الجبل وبعديها ننزل، من السوالف هاي انت عارفها. خليك ناهيك انهم كانوا يبالغوا، بس فعليا هم كانوا يتعبوا ليوصلوا المدرسه، كانوا يتعبوا لما ياخذوا الاكل او الخبز، فكل شيء كان بده مجهود، فتبرمجوا على انه بدي اتعب وبدي اشتغل وبدي وقت لاوصل لهدفي. احنا لا، احنا بصرنا بكبسه زر. فاذا انت بتقدر تعالج هاي المشكله بتقدر توصل للمهاره اللي حكيت لك عنها، مهاره التفكير على المدى الطويل واللي هي بعد النظر. لانك انت لو قدام رح تحتاج كل شيء، يعني انت على المؤاخذه ما بهمك الان تكون مبسوط. مش قصدي ما تكون مبسوط، بالعكس انا بتمنى لك تكون مبسوط من الان. لكن انت مثلا لو قعدت لك 6 شهور ماكل هواء اثناء فترة التعافي، 9 شهور زي ما صار معي، يعني 8-9 سنين مدمن، هذا ليش طبيعي عادي. انت خلي عندك بعد نظر انه لما يكون عمري مثلا، فلنفرض انا كان عمري لما تركت الادمان 29 سنه، انا حطيت خطه ببالي انه بدي اتعافى، هذا هو الهدف. لو بده ياخذ معي سنه سنتين الموضوع بدي اتعافى، فحط ببالك بعد سنه بكون متعافي، بعد سنتين بكون بلشت اوقف على رجلي. فالعمر طويل. الان العلم الكثير تقدم، انا هذا الاسبوع كله كل الشباب اللي بدربوا معي عم بحاول يعني اجى هذا الموضوع بالذات، يعني ما كل حدا درب عليه الموضوع انه انت بدك تصبر شوي، بدك يكون عندك بعد نظر. ليش؟ لانك انت عم تاخذ نتائج بعدين بتوقف نتائج شوي، بدك تفهم انه الموضوع بياخذ وقت لتوقف على رجلك، بياخذ وقت لترجع مثلا تحسن من وظيفتك او تخلص دراستك، بده ياخذ وقت لتشتغل شغل او مثلا بزنس، نحكي بزنس توقف مطعمك او شو ما كان مشروعك على رجليك. فهذا الشيء بيحتاج وقت، بيحتاج يفرض، بدك وقت لتبني جسمك. فإذا ما كنت عندك بعد النظر شايف إنه مثلا بعد 3 سنين من الجيم راح تطلع جسم، مش بعد 3 شهور، بعد مثلا 5 سنين من البزنس راح تكون غني، مش بعد سنة أو سنتين، بعد مثلا 15 سنة لما يكون عمرك مثلا بس 20، حط بالي لما يكون عندي 45 سنة بدي أكون أفضل مثلا شخص يتكلم عن الإدمان في العالم، مش بس العالم العربي، في العالم بشكل عام. وهذا هدف ممكن نحققه إن شاء الله، يعني بشتغل عليه بنفس الوقت، يعني بحاول قدر الامكان يكون عندي اهداف مختلفه. مثلا خلصت هدف رياضي قاعد يعني 3 سنين احسن من جسمي. بصراحه انا وقتها ما كنت افهم هذه الافكار، ما كان عندي هالمهاره، بس انا كان عندي تفكير اني خلص انه انا هذا الطريق وما في غيره وبدي اوصل. بس لحد الان برجع بذكر حالي في بعض المواقف في حياتي انه كل شيء بياخذ وقت،
كل شيء بياخذ وقت. انت الزرعه زي ما حكينا لما تحط عليها مي بدها وقت، بدها شمس وبدها كذا وبدها سنين تصير شجره، وبعدين بالاخر حتلاقي الثمار حتى لو 30 سنه 40 سنه مش مشكله. المهم انت في نهايه حياتك تكون سعيد وتستمتع في البروسس. انت لما يكون عندك هاي القناعه تبلش زي ما حكيت لك تستمتع في يومك كامل، لانه انت ماشي في الطريق الصح عم تعمل تسكن. بس ما تفهمني غلط، بدك تعمل التاسك اللي عليك، يعني بدك تقسم مهمات ل مهمات يومية، مهمات أسبوعية، شهرية، سنوية، تكون عندك أهداف فعلياً وعلى أساسها في مهمات وبعدها تمشي عليها. وراح أتكلم في نص الحلقة هاي عن كيف ترسم أهداف على المدى الطويل. بس خلينا ننتهي من هاي القناعة وهاي المهارة، إنك تستخدم هاي المهارة في أسلوب حياتك كامل دائماً تعافي. إنك تقول لحالك إنه أنا شخص كنت فاشل وأهلي ماكلين هوا بسببي ودمرت الدنيا، بس أنا ما بدي خلال سنة اصلح كل شيء. مستحيل هذا الشيء بخليك تنتكس. ليش؟ لانه ما في يعني مش كبسه زر راح تغير حياتها. تحكي بعد 10 سنين انا بدي اعوض اهلي عن اللي خسروه. لما يصير عمري مثلا انا كان 29 سنه، قلت لما يصير عمري 40 سنه بدي احاول قدر الامكان اكون مثلا عوضت اخواني وابوي وامي عن اشغال دخلوا في مشاكل والناس اللي ضرت مني. انا عمري 33 وبعد لسه بوقف على رجلي، يعني بعدني في اول الطريق. لكن بكل مره بذكر حالي زي ما حكيت لكم، بذكر نفسي دائما بهذه الفيديوهات ودائما بعملها في البدايه لإلي قبل ما تقول لكم، وانا بستفيد منها اكثر، انه هاي المهاره ترسخ عندي انه بعد النظر مهم، تفكير عمل طويل مهم، ارسم اهداف بالطريقه الصحيحه. وهذا هو اللي جاي نحكي عنه في الجزء الثاني من الفيديو. الجزء الثاني من الفيديو كيف ترسم لك هالاهداف، كيف تفهم اهدافك اذا صحيحه او لا. بحكي لك علم النفس سايكولوجي انه اذا بترسم اهداف بدها تنقسم لقسمين، الاهداف اللي على المدى الطويل يعني بعد 10 سنين 15 سنه 20 سنه whatever، يعني بتحكي بسنين طويلة، وأهداف على المدى القصير تحكي سنة بضعة أشهر مثلا كم من أسبوع، هاي تسمى أهداف على المدى القصير. الأهداف على المدى الطويل يفضل تكون بالنيجاتيف بشكل سلبي، يعني تحكي إنه أنا ما بدي بعد 15 سنة تدمر حياتي بسبب الإدمان، أو ما بدي بعد 10 أو 15 سنة أهلي يكونوا لسه ماخذين على بالهم مني وزعلانين مني بسبب، أنا بتكلم عن هدفي، فعشان هيك أنا لازم أقوم بتعويضهم واسعدهم واجمعهم معي حوالي ويكونوا مرتاحين ومكتفين ومش محتاجين اي حدا. هذا هدف بخليني بالنيجاتيف يعني بس بشكل سلبي على المدى الطويل بحفزني، فكل ما اجي اكسل بتذكر الهدف على المدى الطويل، انه انا ما بدي اهلي، انه انا اهلي وابوي وامي كمان كبار في العمر، بدي اكون معاهم واوقف معاهم في اخر عمرهم عشان ما اندم بعدين، عشان اعوضهم عن الاشياء اللي راحت. واخواني نفس الشيء، قبل ما اكبر، قبل ما يكبروا هم فعليا، قبل برضه انا اكبر وما الحق. فهذا الهدف على المدى الطويل حط خطه بعد 10 سنين بيساعدني دائما لما اكون بدي اكسل او بدي عندي شويه احباط في اهدافي كذا، بطلع انه بعد 10 سنين بدي اعمل هذا الشيء. وبحكي لك السايكولوجي على الاهداف على المدى القصير ما ينفع الرسم بشكل سلبي، ترسم بشكل ايجابي. يعني تحكي انا خلال سنه مثلا بدي اخلي مدخولي 100,000 دولار، يعني هاي السنه مثلا انا هيك هدفي، هاي السنه يكون مدخولي في السنه 100,000 دولار. السنه اللي قبلها كان مثلا مدخول معين 40,000 دولار، والحمد لله قدرت اني اوصل له تقريبا. فيكون هدفك دائما ايجابي على المدى القصير، مثلا حاب اني بعد سنه او سنتين من تدريبي في الكيك بوكسينج الان اني برضو ادخل في فايت لوكال، ادخل في فايت على مستوى مدينتي او منطقتي حتى، شيء بسيط جدا يعني، وهذا الشيء ممكن ينجزه بسنه او بسنتين. فهي اهداف بشكل ايجابي على المدى القصير بتحفزك تتحرك، لانك انت بتلاحظ نتيجتها بسرعه. ولسه في كمان على المدى الاقصر بشكل ايجابي اكثر واكثر، ممكن تقسم الهدف بعد سنه مثلا، فلنفرض اني اوصل ل 100,000 دولار، انه يكون كل ثلاث شهور بعدها اكون ضاعفت وحسنت من الدخل، او مثلا على مستوى الرياضه اللي انا بحكي عنه كل ثلاث شهور بعدها اكون انا مثلا وصلت لمهارات معينه، تعلمت مثلا بيسك البوكسينج، بعديها ركزت اكثر على الكيكس على الكيك بوكسينج، بعديها مثلا تفاصيل اكثر على موضوع اني سبارنج، يعني كيف يكون معي واحد في فايت تجريبي، فبركز بكل ثلاث شهور على موضوع معين، هذا الشيء بيحسن مهاراتك، معناه انك ما بتهمل الجوانب الثانيه. فزي ما حكينا على المدى القصير الاهداف تكون ايجابيه وتنقسم لتاسكات يوميه، فعشان هيك انا بصير اروح مثلا اتدرب ثلاث ايام في الاسبوع، عشان هيك انا بلشت مثلا اشتغل اكثر من شغله على بحياتي اليوميه، يعني بشتغل مش شغله واحده، بشتغل شغلتين غير اليوتيوب والكوتشنج اللي بعمله. فهذا الشيء بخليني دائما I'm tracking the process. وهذا الشيء اللي بخليك، نرجع للقسم الاول الفيديو، بخليك تكون عندك بعد نظر. ما دامك انت عم تعمل التاسك الصغيره توصل للاهداف الاقصر اللي بثلاث شهور لست شهور، تضيف الاهداف القصيره اللي بعد سنه او سنتين، واللي بخليك بعدين على الاهداف الطويله ماشي في الطريق الصح،
هذا الاشي بخليك ما تنحبط، هذا الاشي بخليك تضلك مستمر. فعملية التعافي تقدر تطبق عليها هذا الاشي. دائما نلخص هذا الفيديو، عملية التعافي تحتاج منك تعلم هاي المهارة. المهارة هي تكون تفكير على المدى الطويل وبعد النظر، اللونج تيرم. كيف ممكن تعمل هذا الاشي؟ بحيث انك تدخل للسايكولوجي زي ما حكينا القسم الثاني من الفيديو تبعنا، ترسم لك هدف انه ما بدي بعد 10 سنين انا اكون فاشل، ما بدي بعد 10 سنين او 15 سنة اندم واطلع حياتي والله ويكون راح القطار، ما بدي بعد 10 15 سنة ابوي وامي يكون لسه زعلانين مني او لسه مضرين مني او يكونوا كبروا في العمر او بعد عمر عمر طويل فقدتهم وهم لسه زعلانين منك. فهذا على المدى الطويل بيساعدك انك تقوم من تعافى وتقوم من ادمانك وتقوم من انتكاساتك. وعلى المدى القصير بدي مثلا خلال سنة اكون شخص هيلثي وصحتي منيحة وجسمي حلو، خلال سنتين بدي اتزوج مثلا او اخطب، ما بدنا نحكي نتزوج، قرار تكون مستعجل فيه، بعد سنتين اخطب مثلا. فعلى اساس هذا انه انت بدك تكون بعد سنه رياضي بلشت تروح على الرياضه وعلى الجيم وتاكل هيلثي، ونفس الوقت بلشت مثلا السنه الثانيه بلشت تدور على شغل عشان تفكر في موضوع الخطبه. فانت لما تقسم هاي الاهداف القصيره وتكون بالبوزيتيف، بدي اخطب بعد سنتين وبدي بعد سنه اكون جسمي حلو ومرتب، او بعد سنتين عندي سكس باكس زي ما حكيت لك، انه خذ راحتك في الاهداف ارسمها رياليستيك. استخدم كمان على المدى القصير اسلوب سمارت. سمارت اللي هو بسموه S من specific يعني دقيق، M اللي هو measurable تقدر تقيسه، A اللي هي accurate دقيقة، وrealistic اللي هي واقعية، وحرف T من smart اللي هي time manageable يعني تقدر تقيسها عن طريق الوقت. يعني بتحط لبالك أنا مثلا خلال سنتين بدي أخطب. بتمنى يكون هذا الفيديو فادك، وبتمنى دائما كل ما تيجي تنتكس أو كل ما تنتكس ترجع تقوم بسبب أهدافك بعيدة المدى اللي انت راسمها، واللي بتكون ما بدك تشرب في الحياة، واللي ما بدك تاكل هواء، واللي ما بدك اهلك يتأذوا منك، وما بدك بعدين المدى الاطول واطول تندم في الحياة اللي بعد هاي الحياة. وبنفس الوقت على المدى القصير تكون راسمك اهداف بوزيتيف عشان تحس حالك بتنجز. قسمهم، خليهم واقعيين اكثر، خذ راحتك فيهم. العمر طويل، الان العلم تقدم والانسان صار يعيش بحدود بين 80 و 90 سنة، ولسه العلم اللي قدام راح يتقدم أكثر وأكثر. إذا عمرك أنت 30 أو 35 أو 25 أو حتى 40، لسه أنت في أول طريق، لسه ما كملت نص عمرك، وأنت عارف أول 20 سنة راح وإحنا أطفال مراهقين ومش متذكرين إشي منهم. هاي الأشياء كلها خبرات تأخذها معك، هاي المهارة بالذات إذا بتحملها معك في حياتك بتخليك تتعافى، تخليك تنجح في البزنس، تخليك تنجح في الرياضات، تخليك تنجح على المستوى المادي، على كل المستوى. شكرا على تابعتكم لإلي، بشوفكم فيديو جديد الأسبوع الجاي. كتابي ذكريات مدمن، لو حبيت تقرأه بشكل مجاني موجود عندي على الموقع. للشباب اللي حابين يتدربوا معي في برامج تدريب بيكون في عندي اشتراك شهري، اعملكم خطة في البداية وبتابع معاكم بجلسات أسبوعية، بيكون في تواصل دائم على واتساب بشكل يومي. شكرا لكم مرة ثانية على الدعم، بشوفكم على خير. سلام.